على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر موقع مدرستي، الموقع المتميز والموقع الذي نجده دائما بقرب المواطن اللاهوري في معاناته وفي قضاياه الهامة. نحن كما تعلمون وباسم الاتحاد المغربي للشغل كنا قد قررنا في بيان، كنا قد يعني أرسلنا لكم نسخة منه، قررنا فيه الدخول في احتجاج مفتوح أمام مقر نيابة الناظور للمطالبة الجهات المسؤولة بالنظر والتفاتة مسؤولة لهذه الفئة العمالية المضطهدة. نقول المضطهدة لماذا؟ لأنها تعاني عدة مشاكل، مشاكل تتعلق بالاستفزازات اليومية، بالطرد التعسفي، بالحرمان من الراحة الأسبوعية، بالحرمان من العطلة السنوية، بالخرق السافر لبنود مدونة الشغل. ونقول ونكررها الطمة الكبرى هي أن هؤلاء الأجراء لا يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية إلا بعد شهور تتعدى 3 شهور سنة الأحوال. نقول بأن ما تتداوله هذه الشركات المفوضة من بعض المبررات الواهية هي مبررات واهية بالنسبة لنا في الاتحاد المغربي للشغل. ونقول بأن هؤلاء الأجيرات وهؤلاء الأجراء هم لهم ارتباط ولهم مسؤوليات ولهم التزامات يجب أن تنفذ عاجلا، تتعلق بتوفير الملبس والمأكل والمشرب والسكن لأسرهم ولعائلتهم. لذلك نحن هنا اليوم من أجل مطالبة الجهات المسؤولة وتوجيه نداء إنساني قبل أن يكون نداء أخلاقيا أو نداء قانونيا لكل المسؤولين للنظر بعين العطف وحس الحس الإنساني النبيل وحس المسؤولية لمعاناة هذه الفئة العمالية المضطهدة التي أصبحت تتفاقم. لا نعيم لا مسعود، هاد الشي ماشي معقول، لا نعيم لا مسعود، هاد